unsaturated, there are several specific types of lipids important to live. These are broadly classified as a simple liquid and complex simple lipids and complex lipids. The أنواع الدهون ضمن هاتين الفئتين الرئيسيتين من الدهون هنالك عدة أنواع محددة من الدهون المهمة للعيش. يتم تصنيفها بصورة واسعة وعلى نطاق واسع على أنها إما أن تكون دهون بسيطة أو دهون معقدة. The simple lipids, esters of fatty acids with various alcohols. Fats, ester of fatty acids with glycerol. Oils are fats in the liquid state. And waxes, اللي هي من ضمن a simple lipids, esters of fatty acid with higher molecular weight, monohydric alcohol. يعني للمعلومات الإستر، إسترات الحوامض الدهنية، هو نوع من الإستر ينتج عند مزج الأحماض الدهنية مع الكحول. يعني عندما يكون مكون الكحول هو الجليسرين اللي يحتوي على مجاميع من الهيدروكسيل، أو الدهون الثلاثية. أمثلة عديدة على الفاتي أسيد إستر، واحدة منها من أبسط الجزيئات الموجودة هو الميثيل إستر. يعني الجليسيرول مع الفاتي أسيد ينتج لنا الفاتي تراي جليسرايد. هذه لي المعلومة. الدهون البسيطة هي إسترات الأحماض الدهنية مع الكحول المختلفة. فالدهون الفاتس، الدهون إسترات الأحماض الدهنية مع الجليسيرول. الزيوت تكون دهون في الحالة السائلة. كلنا نعرف أنه الزيت يكون بحالة سائلة، والشمع يكون بحالة صلبة. الشموع أيضا هي إسترات الأحماض الدهنية ولكن ذات أوزان جزيئية عالية للكحولات أحادية الماء. Complex lipids, esters of fatty acids containing a group in addition to alcohol and fatty acids. الدهون المعقدة هي إسترات الأحماض الدهنية اللي تحتوي على مجموعات بالإضافة إلى الكحول والأحماض الأمينية. أول هذه الدهون المعقدة هو الدهون الفوسفاتية. من اسم دهون فوسفاتية، تحتوي الدهون بالإضافة الفوسفوليبيدز lipids containing in addition to fatty acids and alcohol a phosphoric acid residue. يعني من خلال الاسم مالتها راح نتعرف على أن هذه الدهون الفوسفاتية تحتوي الدهون بالإضافة إلى الأحماض الدهنية والكحول على بقايا حامض الفسفوريك. النوع الثاني من الكومبلكس ليبيدز الجلايكوليبيدز ليبيدز containing a fatty acid, sphenogenesis and carbohydrate.
الجليكوليبيدات الدهون التي تحتوي على الأحماض الدهنية السفينغوزين والكربوهيدرات. أنتو المهم التعداد فقط. عندنا الكومبلكس ليبيدز الليبيدات الدهون المعقدة هي الفوسفوليبيدز الجلايكوليبيدز وأذر كومبلكس ليبيدز. هذا المطلوب منكم هذا للتوضيح حتى تعرفون معنى هذه المصطلحات. Other complex lipids هي lipids such as sulfolipids and aminolipids. Lipoproteins may also be placed in this category. الدهون مثل السلفوليبيدات والدهون الأمينية يمكن أيضا وضع البروتينات الدهنية ضمن هذه الفئة أو هذه المجموعة. Rule of fats دور الدهون. Fats play several major roles in our body. Some of the important rules of fats are mentioned below. تؤدي الدهون عدة أنواع أو عدة أدوار رئيسة في أجسامنا. بعض هذه الأدوار المهمة للدهون ندرجها فيما يأتي. Many fat soluble vitamins need to be associated with fats in order to be effectively absorbed by the body. تحتاج العديد من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون قابلة للذوبان في الدهون أن ترتبط بالدهون لكي يمتصها الجسم بشكل فعال. They also provide insulation to the body كما أنها توفر العزل للجسم. الدور الآخر they are an efficient way to store energy for long periods. هي طريقة فعالة لتخزين الطاقة لفترات أطول. Nutrition and fatty acids. التغذية والأحماض الدهنية. أولاً و essential fatty acids. Essential fatty acids. Linoleic and alpha linoleic fatty acids must get these from plants. الأحماض الدهنية الأساسية أحماض الدهنية اليونيليك والألفا اليونيليك يجب الحصول عليها من خلال النباتات. Good fats high in polyunsaturated fats typical foods include vegetable oil like olive sunflower etc. الدهون الجيدة غنية بالدهون غير المشبعة المتعددة تشمل الأطعمة النموذجية زيوت النباتية مثل زيت الزيتون وزهرة الشمس وما إلى ذلك. Three bad fats high in saturated fats. Example,
palm and coconut oils found in sweets. الدهون السيئة الدهون السيئة غنية بالدهون المشبعة غنية بالدهون المشبعة مثل زيوت النخيل وجوز الهند الموجودة في الحلويات. رابعاً really bad fats هي الدهون السيئة حقاً. Fatty acids results from partial hydrogenation of vegetable oils. الدهون السيئة حقاً هي الأحماض الدهنية غير المشبعة. هي الأحماض الدهنية غير المشبعة نتيجة الهدرجة الجزئية للزيوت النباتية. للزيوت النباتية. Difficult to metabolize lead to increased cholesterol level in the blood. صعوبة التمثيل الغذائي أو الاستقلاب صعوبة التمثيل الغذائي والاستقلاب راح يؤدي إلى زيادة مستويات الكوليسترول في الدم. زيادة مستوى الكوليسترول في الدم. Most lipids have some polar characters in addition to being largely non-polar. In general, the bulk of their structure is non-polar or hydrophobic. It means water-feeling, meaning that it does not interact well with polar solvent like water. Another part of their structure is polar or hydrophilic. It means water living, loving, and will tend to associate with polar solvents like water. This makes them amphilic molecule. That means having both hydrophobic and hydrophilic portions. In the case of cholesterol, the polar group is a mere OH, hydroxyl or alcohol. يعني تحتوي معظم الدهون تحتوي معظم الدهون على بعض السمات القطبية مثل ما ذكرناكم. مش معناه قطبية، القطبية يعني طرفين للجزيئة، أحدهما موجب والآخر سالب، أحدهما موجب والآخر سالب. هذه الجزيئة تسمى جزيئة قطبية. فضلا عن كونها غير قطبية، تحتوي معظم الدهون على بعض السمات القطبية، فضلا عن كونها غير قطبية إلى حد كبير، بشكل عام الجزء الأكبر من هيكلها غير قطبي، أي بمعنى آخر غير محب للماء. ليش؟ لأنه الماء أساسا قطبي، فإذا تكون الجزيئة قطبية راح تحب أنه تتجمع معها. أما إذا تكون غير قطبية فما ممكن أنه تكون محبة للماء. تكون محبة للماء. مما يعني أنه لا يتفاعل بشكل جيد مع المذيبات القطبية مثل الماء. جزء آخر من هيكلها another part جزء آخر من هيكلها هو قطبي أو محب للماء hydrophilic محب للماء.
سوف يميل إلى الارتباط، سوف يميل إلى الارتباط بالمذيبات القطبية مثل الماء. هذا يجعلها جزيئات تعمل في حالتين، تعمل في حالتين، جزء منها يكون محب للماء وجزء منها يكون غير محب للماء. فالجزء المحب للماء راح يتجه إلى الماء لأنه الماء قطبي، أما الجزء الغير محب للماء يحاول أن يتهرب من الماء. هذا يجعلها جزيئات تعمل في حالتين، تحوي على أجزاء محبة وغير محبة للماء. في حالة الكوليسترول تكون المجموعة القطبية مجرد مجاميع الهيدروكسيل الكحولية. الهيدروكسيل الكحولية.